شيري كريليسون كريليسون كيري افلوغوسون تسبح الباكر المقدس نقدم المسيح ملكنا ولهنا نرجوان يغفر لنا خطايانا كثيرا مزامير 30 معلم نبينا داود النبي الملك والطار بركات علينا امين. خصوصا من شرط الانجيل المعلم من ماري وحنا بشيرة تميز وطار بركات علينا امين. شيء به كان بغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور اضاء في الظلمه والظلمه لم تدركه. كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهاده ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا ان العالم كان في العالم وكون العالم به لم يعرف العالم إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله الذين يؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن الوحيد لأبيه مملوء نعمة وحق. يوحنا شهد له وصرخ قائلا هذا هو الذي قلت عنه أنا الذي يأتي بعد كان قبلي لأنه كان أقدم مني ونحن جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة الحق فبيسوع المسيح صار. أيها النور الحقيقي الذي يدل كل إنسان آتي العالم أتيت إلى العالم محمتك البشر كل خليقة هلاد من مجيء خلصت أنا آدم الغوية أعتقتم من حواء من طلقات الموت أعطيتنا الروح البنوة نسبحكم بركة قائلين إذا ما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي فلتشرك فينا الحواس المودية الأفكار النورانية لتغطينا زمة الآلام لكي نصبح عقلان مع دقود قائلين سبقت عيناي وقت الصحة الآت في جمع أقوالك اسمع أصواتنا قازم رحمتك نجنا أيها الرب إلهنا بتحننك. أنت هي أم النور مكرمة من مشارق الشمس إلى مغربها يقدمون لك التمجيدات يا ولدة الإله السماء الثانية لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظللك. الإبن تنازل وتجسد منك فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب ونسبحه تسبيحا جديدا ويرك الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. نسألك يا رب اسمعنا ارحمنا فلا خطأنا كثيرا امين. كري اليسون 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 كري اليسون. تنوش تبيوت نبشيري نمفب نمصواب شيرت إكليسية بنت نيانجيلوس شيرت بارسين خطاس نزن سوتير شيري غبريت وحيشن وفيناس شير ميخائيل بيارشي أنجيلوس شير بقوت افتو ام فرس بيتيرو شير شيرو بيم شير سرافيم شير قاماتير الإبراريون شير يو أنس بينشم برودرومو شير بميت سنافن أبسطولوس شير بنيت ماركوس بيبانجيليسيس بيرف فولي فولي
شير ستيفانوس بشرب مارتيرو شير غارجيوس بسيون تيهن أتوي شير الخورس تلفن تاني مارتيرو شير كابانتونين بشمت مكاريوس شير الخورس تلفن تاني ستابرو فروس شير يسوى فتير وطبرنا في مفشوش بيت النور بسيب خريستوس بن غورو عري ونيني مان كنتك متورو أيوة النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان أتياً إلى العالم أتيت إلى العالم محمدك للبشر وكل الخالق الهلالات بمشيئك خلصت آدم من الغواية وأعتقت حواء من طلقات الموت أعطيت روح الذنوب ونسبح أكوان مباركك مع ملائكتك عندما يدخل إلينا وقت باكر أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي فلتشرق فينا حواس النور ولا تغطينا ظلمات الألم لكي نسبحك عقليا مع داود صارخ نحو القائلين سبك ألم تلقينا وقت السحار لأتلو جميع أقوالك اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا يا رب إلهنا حسب رأفتك يا الله مقدم صانع الخيرات مدبر مختار حسنات المدبر القوي للملتجئين إليه المتشوق لخلاص ونجاة كل أحد بصلاحك هيأت لنا الليل أنامنا هذا اليوم ونحب غير تخطية لنستحق أن نرفع أيدينا إليك أمامك بغير غضب ولا فكر راضي في هذا السحر سهل طرقنا الداخلية والخارجية بسترك المفرح لننطق بعدلك كل يوم ونمجد قوتك مع داود النبي قائل بسلامك المسح مخلصنا قد قمنا نتوكلنا عليه فما هو الحسن وما هو الحل إلا اتفاق أخوة ساكنين معاك متفق المحبة حقية إنجيلية كمثل الرسل مثل الطيب على رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين يمسح كل يوم الشيوخ والصبيا والفتيا والخدم هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قصارى مسبحين الله كل حين في مزمير المسيح وترنم روحي النهار والليل بقلب لا يفتر أنت يا أم النور المكرمة والدة الإله حملت الكلمة غير المحوى من بعد الولد بباقتي عزراء نعزم بتسمح وبركة لنا بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس آت وخلصنا ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة شفاعتك عند محب البشر الباخور المختار الذي لبتولياتك صعد إلى كرسي الآب وأفضل من باخور الشيروبيم والسرافيم يا مريم العذراء سلام للسماء الجديدة التي صنعها الآب واجعلها موضع راحة لابنه الحبيب السلام للكل في الملوك النازل المحمول على الشيروبيم سلام لشفيعة نفوسنا انت بالحقيقة فخر جنسنا اشفعي فينا يا ممتلئ الامال ادم خلصنا ربنا يسوع المسيح لكي يثبتنا في الايمان المستقيم وينعم لنا بمغفرة خطايانا بشفعة والدة القديسة مريم يا ربنا عملنا بمغفرة خطايانا ألوف ألوف ورابا وتربا وترؤسا ملائكة وملائكة مقدسين وقف أمام كرسيه ضابط الكل صرخين قائلين قدوس 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 بالحقيقة المجد والكرامة يليقان بالسلوك بشفاعة جميع صحف الملائكة ربنا عملنا بمغفرة خطايانا أباؤنا الرسل بشروا في الأمم بإنجيل ربنا يسوع المسيح بركت أصواتهم في الأرض كلها وبارك كلام الأبطال المسكونة بصلاوات سادات الآباء الرسل يا رب نعم لنا بمغفرة
خطايانا. الغرمط ما حل جعلها الرب على جميع صفوف الشهداء. أنقذ مخلصهم لأنهم التجوا إليه وعيدوا معه في ملكوته. بصلاة وجهنا وصفوف الشهداء يا ربنا أبلنا بالمغفرة خطايانا. قديسوك يباركونك وينطق بمجد ملكوتك. ملكوتك يا إلهي ملكك أبدي ورب بيدك إلى كل الأجيال. بصلاوتك كفت ما صف لابيس الصليب والأبرار والصديقين يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا. لي الناب العفيف وإلى شاك المصر مختار المبشر العظيم في كرة مصر مرقس الرسول مدبرها الأول. أم الله يا مريم العذراء اطلب منه على أن يرحم جنسنا. البطريرك العظيم أبونا أنبسويروس الذي أنار التعليم المقدس عقولنا. أبونا المعترف أنبادريوس كورس حارب عن الإيمان جدلها رقيقا. وكل آبائنا الذين أرضوا الرب بركتهم المقدسة تكون لنا حارسا. في صلواتهم تنعم لنا يا الله مغفرة خطايانا وعافينا. ورحمك يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا هي رأفتك. أطراف المطر محصى عندك جميعها ورمل البحر كأن أمام عينك. لكن بالحري خطايا نفسي هذه الظاهرة أمامك يا ربي. خطايا التي صنعتها يا رب لا تذكرها ولا تحسب كثرة أسامي. إن العشار اخترت والزانية خلصتها واللص اليمين يا سيدي ذكرته. وأيضا الخطي يا سيدي علمني أن أصنع توبة. لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع وتحيا نفسه. ردنا يا الله إلى خلاصك وعاملنا كصلاحك. لأنك أنت صالح ورحوم فلتدركنا رافاتك سريعا. راف علينا كلنا يا رب الإله خلصنا وارحمنا نعظم رحمتك. هؤلاء أذكرهم يا سيدنا المسيح كن في وسطنا صريخا قائلا. سلامي أنا أعطيكم سلام أبي أنا ترفعكم. يا ملك السلام أعطينا سلامك قرب لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. وبرك أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد. إيمانويل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس. ليبارك كلنا ويطهر قلوبنا ويجزي أمراض نفوسنا وأجسادنا. بنشتمك بخريستوس بكيوت أغاصوس نمفت نف مصواب جاك إي أكسوتي أمون. تفضل يا أخي. بنعمة ربنا نبتدي طقس رسامة الراهب أبونا كيرولوس والأخ كيرولوس دلوقتي. أبونا بشوي هيقول التعهد وهو يقول وراه. أتعهد أمام الله رب الأرباب
أتعهد أمام الله رب الأرباب وأمام ملائكته وقدسيه وأمام ملائكته وقدسيه وأمام المذبح المقدس وأمام المذبح المقدس وقدسي هذا الدير وقدسي هذا الدير وأمام أبينا قداسة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وأمام أبينا قداسة البابا تودروس الثاني وأمام أبينا الأنبا أسقف أنبا يونس رئيس الدير وأمام أبي الأنبا يؤنس رئيس الدير وأمام أباء الكهنة والرهبان مجمع الدير وأمام أباء الكهنة والرهبان ومجمع الدير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية وأن أحترم قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية كما أتعهد بأن أسلك حسب قوانين الرهبنة كما أتعهد بأن أسلك حسب قوانين الرهبنة معترفا بأنها موت عن العالم معترفا بأنها موت عن العالم وأن أبدأ بحياة الشركة في الدير وأن أبدأ بحياة الشركة في الدير وأبتعد عن محبة المال وأبتعد عن محبة المال وأتعهد بألا أدخل في معاملات مالية مع أحد وأتعهد ألا أدخل في معاملات مالية مع أحد حتى لو كان مع أسرتي وأقاربي حتى ولو كان مع أسرتي وأقاربي إلا بموافقة رئيس الدير إلا بموافقة رئيس الدير وأبتعد عن محبة النصيب الأكبر وأبتعد عن محبة النصيب الأكبر وأتعهد بأن أعيش في التزام بحياة العفة وأتعهد بأن أعيش في التزام بحياة العفة وكذلك في حياة الطاعة وكذلك في حياة الطاعة محترما ناموس الدير وأنظمته احتراما كاملا محترما ناموس الدير وأنظمته احتراما كاملا سالكا بأمانة والتزام في أداء كل واجباتي سالكا بأمانة والتزام في أداء كل واجباتي وما يعهد إلي من مسؤوليات وما يعهد إلي من مسؤوليات وأن أكون أمينا في اعترافاتي وأن أكون أمينا في اعترافاتي ولا أسلك حسب هوايا ومشيئتي ولا أسلك حسب هوايا ومشيئتي ولا أترك لنفسي أن أشترك في تذمر آخرين ولا أترك لنفسي أن أشترك في تذمر آخرين كما أتعهد بالمواظبة على القراءة الشخصية في الكتاب المقدس كما أتعهد بالمواظبة على القراءة الشخصية في الكتاب المقدس والتأمل فيه والتأمل فيه وبستان الرهبان وكتب الآباء وبستان الرهبان وكتب الآباء والمواظبة على الأسرار الإلهية والمواظبة على الأسرار الإلهية والمزامير والتسبحة والمزامير والتسبحة وصلوات مجمع نصف الليل والغروب وصلاة مجمع نصف الليل والغروب وارتباطي بحياة السكون والتأمل وارتباطي بحياة السكون والتأمل وعند رغبتي في حياة الوحدة لا يكون ذلك وعند رغبتي في حياة الوحدة لا يكون ذلك إلا بمشورة أب اعترافي إلا بمشورة أب اعترافي وموافقة رئيس الدير وموافقة رئيس الدير وألتزم بالعمل الذي وكل إلي وألتزم بالعمل الذي وكل إلي وأن أحب الكل وأخدم الجميع وأن أحب الكل وأخدم الجميع ولا يعلو صوتي في الدير ولا يعلي صوتي في الدير ولا أستقبل علمانيا في قلايتي ولا أستقبل علمانيا في قلايتي ولا أكون محبا للطرف ولا أكون محبا للطرف لا أسعى نحو النزول للمدن والريف لا أسعى نحو النزول للمدن والريف بغير ضرورة مرض بغير ضرورة مرض أو مهمة يكلفني بها الدير أو مهمة يكلفني بها الدير وألتزم في هذه الحالة وألتزم في هذه الحالة أن يكون محل إقامتي بمقر الدير أن يكون محل إقامتي بمقر الدير أو بترتيبه أو بترتيبه بعيد عن الخلطة بالعلمانيين بعيدا عن الخلطة بالعلمانيين كما أتعهد كما أتعهد بالخضوع الكامل بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك في قداسة البابا البطريرك الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية وأبي رئيس الدير وأبي رئيس الدير مع توقير واحترامي مع توقير واحترامي للآباء المطارنة والأساقفة للآباء المطارنة والأساقفة محافظا على وقار الطقس الرهباني محافظا على وقار الطقس الرهباني غير متعال على أحد غير متعال على أحد فليعطينا الرب نعمة فليعطينا الرب نعمة بصلواتكم بصلواتكم جميعا حتى أسلك بأمانة حتى أسلك بأمانة صلوا عني هامطانيا صلوا عني هامطانيا
إليسن إماس وسوس بتير بان تكرة طربانة كتير إليسن إماس. اللهم اجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر الحمد يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما ولا تدخلنا في ضيق لأنك مكرم. شليلي فلوجيسون إيريني باسي مارين شبه وطوتهم بريبر بسلاني بونيتي بنوتي بيوتي مشون سو بنوتي مسيتي رسوز بريستون شافرس كبازين ايقو نرويسين ايرو نفاري ايرون افشوب تين ايرو ففتي عصو ايرو نفتي تو تين فنتين شريا طاي اونو ساي انسو فنجون تقرطور شو سبين نوتي إبني شوي سيف نوتي بي بانتو كراتو رفيوتم بن شوي سو بنوتي مستير سوز بارستوس. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلامة مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومرة الناس الأشرار قيام العداء الخافين والظاهرين، انزح عنا، عن سائر شعبك، عن هذه النفس وعن موضعك المقدس. هذا نيزي إصنانيف نرشيناني همي جين وشيلي وجنتم ترسنت بجوجي من سفر التكوين لموسى النبي بركاته على جميعنا أمين. وقال الرب لإبراهام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنيك ألعنهم وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبراهام كما قال له الرب، وذهب معه لوطا. وكان إبراهام ابن 75 سنة لما خرج من حران، فأخذ إبراهام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان
واجتاز إبرأم في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبرأم وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مسبحا للرب الذي ظهر له مجدا للثالوث الأقدس. من سفر التثنية لموسى النبي بركاته علينا أمين. فاحفظوا الوصايا التي أوصيتكم بها واعملوا بها، فإذا عملتم بها عشتم وكسرتم ودخلتم الأرض التي حلف الرب لكم ولأبائكم أن ترثوها، وتذكرون الطرق كلها. التي سيريكم الله ربكم فيها في البرية ليجربكم ويعلم ماذا في قلوبكم، إن كنتم تحفظون وصاياه أم لا. فأذلك وأجعك وأطعمك المن في البرية الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثيابك لم تبلى ولم تحف رجلاك هذه 40 سنة، ليعلم قلبك أنه كما يؤدب الرجل ولده كذلك الرب إلهك يؤدبك. فاحفظ وصايا الرب إلهك ليدخلك أرضا صالحة ذات عيون وماء حلو، وتجول وتسكن في الجبال والأرض، أرض حنطاش وشعير وعنب وتين وزيتون ودهن وعسل، أرض لا تأكل فيها خبزك بالمسكنة ولا يعوزك فيها شيء، مجدا للثالوث القدوس إلهنا. اللي مش قادر يضبط نفسه يسيبنا. احنا في لحظات مقدسة للغاية. من يشوع ابن سراخ بركاته على جميعنا أمين. يا ابني، إذا تقدمت لخدمة الرب الإله لتعبد الرب، فهيئ نفسك للتجارب الكثيرة وشدد قلبك واحتمل واصبر ولا تنحل، والتصق بالرب ولا تبتعد عنه لتنمو في آخرتك. اقبل كل ما يأتي عليك بتواضع قلب وطول روح، لأن الذهب يجرب بالنار والمختارين من الناس بالهوان. توكل على الرب لينصرك، قوم طريقك وترجاه، فإن الخائفين الرب يترجون الخيرات والحياة الأبدية والرحمة، مجدا للثالوث الأقدس. شليل فلوجسون إيريني باسي يا رب ارحم، اعهدهم من مراحم الرفات اشفيهم انزع يا رب عنهم وعنا كل مرض وكل سقم من روح الامراض اطرده، والذين ابقوا مطروحين في الامراض اقمهم معزي ومعذبين الروح النجسه تعتقهم جميعا مرحما، لانك انت الذي تحل المربوطين وتقوم الساقطين رجاء من ليس له رجاء ومن ليس له معين، عذاب صغار القلوب من الذين في العاصف كل انفس المتضايق المغبوض عليها. اعطها يا رب رحمه، اعطها راحه، اعطها بروده، اعطها نعمه، اعطها معونه، اعطها خلاصا، اعطها غفران خطاياها واساميها، ونحن ايضا يا رب امراض نفوسنا اشفيها، والتي لا يسادنا عافيها، هي الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا ويسادنا. يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاصك يا رب. ابن
بارك ليتون في إطفي جنبي شيري جنمون تبير داني اسكاطب تيبو سنوي شرمي غاري تيبا بسس أسي شنو كنان تيرين تبنو سيتا شوف شدي رومي طهيو تنهن بيس شرومي بشال النوي تياريني مبين اينا نرفاي خاروخ كنتيني جي بيتي خاي بيس الديمي سيب وكان بيو تبمس في نامي ونفكي عفير بنجين وسلمي فاي غار مارين طوف ايفو لخم بني تنشور مين انسسون خم بنكي لاسنو شي فولينغو امو جيبن شي سزبخل اسمع سامي انا كان خريخ يتين عارف انت بير ابن باسو ويرزق سورو قيانا يوانس بي بارسين وسيب شيرين زي بيديوز بي من ريد انت بخلصو صفتامون خيم بكريو يوت سوا بناستي تزابور مينا من خوري تزباي ريتي ان بروفيتيز بي من ريد تزبوتيز كي فوليني شاوي فتك بسلوس نوي نحنا بسطولو سنتي بشوز نف انجيلو سف موشي نمغ ابوي بشوز بشي سيخ نسالي منتي بي رواق نابنا غاصر مي افسطول اني اسمي بكريو سشفيري بي بك اغنو نشتي بي بكو في تشوسي ما شوخ نسميتي اني اسكيتي بي بشو سريع كم بشو سنيو تنسكي تزاقور مينا من خوري تزبكان نو بيلانيو Oh!
Iisus pe Hristos. فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركته مع جميعنا أمين. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدرون أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات.
من أجل ذلك أحملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فأثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم، أمين. اسمع
سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون أم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسين يا سيدنا جميع الذين أوصونا أن نذكرهم في صلواتنا طلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صالم صدى آفيد أو
على جميعنا طوبى ومن الذين تركت آثامهم والذين سترت خطاياهم طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية ولا في فم غش الليلويا ليترافى الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا معلمنا مرقس البشير بركاته على جميعنا ودع الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من استحى أن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فأن ابن الإنسان يستحي بي متى جاء في مجد أبيه مع ملائكة الأطهار وقال لهم الحق أقول لكم أن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة المجد لله دائما يا الله الرحوم الخالق الكثير الرحم أبو الأنوار وابن الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس
نسألك أيها الثالوث القدوس طلع من السماء لعبدك هذا الآتي إليك ساجدا مركس الرأس أمامك، اقبل إليك يا رب صومه وصلاته وتوبته واعترافه، واغفر له جميع خطاياه وعده يا رب هو خلاصا وفهما وحكمة وعقلا مستيقظا. امنحه يا رب قلبا طاهرا وفكرا ثابتا وإيمانا مستقيما ونسكا وصبرا وسجاعة ومعونة. احفظه يا رب من كل التجارب الشيطانية والأوراح الخبيثة أو الأفكار الرديئة، وامنحه أفكارا صالحة سمائية، واحفظه بعساكر ملائكتك النورانية، وطهر نفسه وجسده معا من قبل الروح القدس. باركوا يا رب بقوة صليبك المقدس، املأهم الروح القدوس، اجعله مستحق للدخول مع العريس إلى خدره الروحاني السمائي، اجعله مستحقا لسماع صوتك الفرح الممتلئ بهجة وسرورا للقائل تعال أيها العبد الصالح ادخل إلى فرح سيدك، أعطيه نصيبا ومراسا صالحا ليرث مع جميع قديسيك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لجميع قديسيك. ونحن الخطاة نسألك أيها الرب محب البشر اغفر لنا خطايانا وأثامنا، اقبل إليك اعترافاتنا، ثبتنا في إيمانك المستقيم إلى النفس الأخير بشفاعة سيدتنا كلنا والدة الله قديسة الطاهرة مريم وجميع قديسيك آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء بالروح القدس الرب المحن بسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع معمودية واحدة مغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الأبد. شليل فلوجيتي إير لباسي طبنا ماتي نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر واذكر يا رب نفوس عبيدك أبانا وأخواتنا الذين راقدوا يا رب ارحم. تفضل يا رب نحن نفوس مجمعين في أحضان أبانا القديسين إبراهيم أسحاق ويعقوب علوم في موضع الخضر على ماء الرحب في فردوس النائم الموضع الذي هرب من الحزن والكاب والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كما وعدك الحقيقية غير الكاذبة ابلغ خيرات موعدك ما لم تره عين وما لم تسمع بيوزن وما لم يخطر على قلب بشر معدت يا الله لمحب اسمك القدوس فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وان كان قد لحقهم توان او تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وساكنوا في هذا العالم فانت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل.
تفضل يا رب نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين كل واحد باسمي وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم اغفر لهم فإنه ليس عدا طار من دنس ولو كانت حياتي يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين خس نفوسهم ليس حق ملكوت السماوات وما نحن الأحياء فاب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفاة قديسك يا رب ارحم أيها السيد الرب الإله ضابط كل الساكن في الأعلى والناظر إلى المتواضعات العارف ما كان من البدء وما يكون الآن الذي يعرف الخفايا والمكتومات الفاحص عقل البشر والعالم بالضمائر قبل كونها انظر من علوك المقدس ونسكك المعد على عبدك هذا التي أتى إليك المبتدئ بالسيرة الروحانية التي هي للرهبنة قوم سعيه هب له طاعة كاملة ليكون في موت من جهة الآلام الطبيعية لكي من قبل قص شعره يطرح عنه الأعمال الردية ويقبل معونة الروح القدس نعم أيها الرب إلهنا اصنع مع عبدك خيرا ونعمة لكي يشتاق إليك بقلب طاهر كامل ويحن عنقه بالشهوة تحت نيرك الطيب ويهرب بالكمال من الشهوات والملاذ الجسدية ومن العالم المضل وكل الأرواح الخبيثة ويستحق كرمك الروحاني لكي يتقلب في كل زمان بالصبر والعفاف والتعب والغربة والوداع والنسك والتواضع بسيرة نقية منبوعة من الفضيلة في وصاياك وأوامرك كاستحقاق الدعوة التي دعي إليها وليستحق أن يعمل بالفضائل الكاملة ويتأمل الأسرار بالمنظر ويكون وارثا للفرح الذي لا يوصف وينال المجد في ملكوتك بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي ينبغي لك مع مجد أكرام والسجود الآن وله الأمين تفضلوا كيرلوس راهبا في دير القديس العظيم الأنبا هرمين الناسك بجبل قاو بالبداريق نفراد نمبيوت نمبشيري نمبيب نبميس قواب ونوتي نوت فزماروت نجيب نوتي بيوت بيب انتوكراتور أمين مرات نجيب منو جنيس نشيري سول بهرستوس بن شوي سمين آمين مرات نجيب منو جنيس نشيري سول بهرستوس بن شوي سمين آمين مرات منو جنيس نشيري سول بهرستوس بن شوي سمين فزمرات انجه فونو گنیسین شیرین سوز برسود و انشای سامین آمین فزمرو او تنجه پیپ نف مایس او ویب امپراکلیتو سيد رب الإله ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر ارشم عبدك بيمينك عده مع عسكرك السمائي
ارعاه باركه ثبته واحفظه من كل الافعال الشيطانيه، هب له مخافتك احفظه كل حين ليكون بلا خطيه، لكي يجاهد الجهاد الحسن الذي للرهبنه ويكمل سعيه حسنا ويحفظ الامانه بغير تحول ولا ميل ولا لوم عليه، بربنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد والاكرام الان وكل اوان والابد امين. نشكرك يا الله ذات الكل الذي برحمتك الخليص خلصت عبدك من التعب الباطل الذي العالم ودعوت الوعد الصادق، نسألك من مجدك المقدس اجعله مستحقا لوعد الطهر الكريم، احفظه من فخاخ ابليس وكل جنوده، احفظ نفسه وجسده طاهرين، هب له ان يكون هيكلا مقدس لك يصنع ذكرا كل حين وسيكون امرك المقدسة، هب له صلاحا واتضاع قلب ودع ونسكن وإيمان ورجاء ومحبة بابنك الوحيد ربنا ولا نخلصني يسوع المسيح الذي له المجد والإكرام والعز الآن وكل هذا كلها آمين. آمين. البس ثوب البر ودرع النور واصنع سمرة طريق بالتوبة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي ينبغي له المجد الأبد آمين. البس قلعه صنوات التضاع وخوذة الخلاص واعمل ثمرة صالحة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي ينبغي لك المجد الأبد آمين. شد حق وجهك بجميع رباط الله وقوة التوبة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي ينبغي له المجد إلى الأبد آمين. نمي بيوت نمي بشير نمي بنب ماي سواب ونوتي نوت في زماروت نجيب نوتي فيوت بي بانتو كراتور أمين. في زماروت نجيب منو غنيس نشيري صوت بخصو بن سويس أمين. في زماروت نجيب منو غنيس نشيري صوت بخصو بن سويس أمين. زمروت منو جنيس نشيري صوص بخريستوس بن شويس آمين. زمروت نجيب منو جنيس نشيري صوص بخريستوس بن شويس آمين. زمروت نجيب يبن فمايس أواب إمباراكليتو. Yeah.
احنا النهارده قد ايه فرحانين برسامه ابونا كيرلس وتشريف اصحاب النيافه، نيافه الانبا اولوجيوس اسقف ورئيس دير الانبا شنوده، ونيافه الحد الانبا بيجول اسقف ورئيس دير المحرق، ونيافه الانبا توفيلس اسقف منفلوط وكل توابعها، ونيافه الانبا بيسنتي اسقف ابنوب ودير مارمين المعلق. ويعني ما احلى ان يجتمع الاخوه معا. يقول لك ثلاث اسقفه ممكن يرسموا بطرك، امال بقى خمس اسقفه يرسموا الحبيب ابونا كيرلس. ربنا يجعل الدير عمران، وبصلوات الاباء الاجلاء وبصلوات حضره صاحب القداسه البابا المعظم الانبا تواضروس الثاني ابونا كلنا وحبيبنا كلنا. دلوقتي هنبتدي نصلي القداس ونرجو الهدوء الشديد اثناء الصلاه. اتفضل.